السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا متابعي دروس الرخصة الإيطالية، مع حضراتكم محمد هلال، والنهاردة هنخش نحل الامتحان التاني على الفصل بتاع السينياليتيكا أوريزونتالي، الإشارات الأفقية. حللنا الفصل الأول وده الفصل حللنا الامتحان الأول وده الامتحان التاني. الفصل كاملا كله على بعضه عبارة عن 7 امتحانات، يعني جميل جدا يخلص في يوم، يعني كله على بعضه كده يخلص في يوم. الدرس ساعة ولا ساعة ونصف بالكتير، تسمع ساعة امتحان وتحل امتحان وتحل امتحانات في تسمع ساعة درس وتحل امتحانات في ساعة، خلاص يبقى خلصت الفصل، يبقى كده خلصت يعني. أول سؤال معناه هنا بيقول إيه؟ Una strada doppio senso di circolazione. الأسئلة دي محتاجة تخيل، جايب لك صورة يقول لك الطريق doppio senso يعني رايح جاي. Con la segnaletica indicata in figura si può effettuare un sorpasso anche superando le strisce di mezzo. ممكن تعمل سرباسو حتى لو رحت لو تخطيت الخط اللي في النص. ايوه طالما اللي في النص متقطع ممكن عادي. فيرو البوردو ديل مارشابيدي كومي ديبينتو ان فيجورا فيتا لا سوستا انكي اي تاكسي، بيمنع السوستا من للتاكسي. ايوه طبعا بيمنع للكل، فهنا فيرو. La scritta in figura indica la velocità consigliata. بننصحك السرعة 50، فيرو. Regolamentare nella zona destinata alla fermata di autobus in servizio pubblico di linea. Trovare sulla pavimentazione la scritta bus di colore giallo. قانون ان احنا نلاقي على الارض بتاعت موقف الاتوبيس ان مكتوب على الارض باللون الاصفر كلمه بوس، فيرو. البوردو ديل مارشابيدي ديبينتو كومي ان فيجورا انديكا كومي لا سوستا اي انديكا كي لا سوستا اي كونسنتيتا سولو بير اونورا. السوستا مسموحه فقط ساعه واحده، فالسو ممنوعه اطلاقا. لا ستريشا بيانكا ديسكونتينوا ان سولا انترسيزيوني ان فيجورا سونو ستريشي دي جويدا. ايه خطوط ده؟ عباره عن خطوط ايه للقياده، ستريشي دي جويدا للتوجيه. ايوه طبعا فيرو. La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto. الحارة اليمين بتسمح للسواق ان هو ايه proseguire dritto او ايه او svoltare a destra. انت تبص هنا بيتكلم على الحارة اليمين ولا الحارة الشمال، عشان خاطر هو هنا جايب لك سؤال وبيتكلم في حاجة تانية خالص. يعني ايه الصورة حاجة والسؤال حاجة، فانت ما تتوهش من نفسك، روح كانتر مش هيحصل حاجه. فبيقول لك لا كورسيا دي ديسترا، الحاره اليمين دي تسمح تمشي يمين او دريتو. ايوه فيرو طبعا، مش بيتكلم على العربيه الزرقاء، فهنا فيرو. الاستريشه دي جويدا ان فيجورا سونو استريشه كورف ديسكونتينو تراتيجياته دي كولوري بيانكو، منحنيات باللون الابيض، فيرو. La corsia B اللي في النص rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire dritto. Consente al conducente تسمح سواء ان هو يحود او ايه او يكمل مستقيم، فالسو طبعا مفيش مستقيم هنا خالص. La striscia bianca laterale discontinua in figura può essere superata solo in caso di emergenza. ممكن نتخطاها فقط في حالة الطوارئ، فالسو. Un attraversamento pedonale può essere proceduto sulla destra da una striscia gialla a zig zag. الخطوط بتاعت الاترافيرسامنتو ممكن يجي من على يمينها قبل منها زيج زاج كومن فيجورا باللون الاصفر، فيرو، عشان نمنع السوستا. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima di un incrocio. الخط المستقيم الابيض دوك بنلاقيه فين؟ قبل تقاطع. لا ستريشا مالها كونتينوا هنا من قبل تقاطع، فيرو. قبل تقاطع ممنوع نعمل سورباسو، يبقى بيحطوا لنا خط مستقيم. لا ستريشا بيانكا كونتينوا دي ميزو ان فيجورا بيرميت لا مانوفرا دي سورباسو سانسا سوبرارلا. الخط الابيض دوك بيقول لك ممكن تعمل
سورباسو بس ما تدوسش على الخط من غير ما تتجاوز الخط دوت زيرو. لا ستريشا بيانكا دي جويدا ان فيجورا نون كونسنت لازفولتا، من الخطوط بتاعت القياده ديك ما بتسمحش انك انت تعمل ازفولتا تحود يمين او شمال. فالسو La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata تقسم المسار عن ايه؟ ده una corsia di accelerazione قصده على الخطوط اللي هي الجنب دي vero. La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autobus in servizio pubblico di linea. السيناريتيكا ان فيجورا الخطوط دي بتوضح لك ان في هنا ايه محطة او موقف اتوبيس شغال في هيئة النقل العام. فيرو. لا ستريشا بيانكا لاتيرالي ديسكونتينوا سيبارا لا كاريجاتا، الخط الابيض المتقطع الجانبي لا ستريشا بيانكا لاتيرالي ديسكونتينوا سيبارا لا كاريجاتا دا كورسيا دي امرجنسا، تقسم الحال بالمسار عن حارة الطوارئ. لا، حارة الطوارئ بيبقى الخط بتاعه مش متقطع، بيبقى الخط بتاعه مستقيم، فهنا فالسو. La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati. معبر للمشاة ممكن نلاقيه في الأماكن السكنية الصغيرة. Vero. La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestare. سواء المفروض يقف. In presenza di segnale fermarci e dare precedenza. في وجود إشارة إيه؟ أقف ودي الأولوية اللي هي الستوب. فيرو. طالما ستوب يبقى المفروض نقف. L'isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si può circolare. جزء من الطريق ما ينفعش إن إحنا نمشي عليه. الإيزولا دي ترافيكو البيضة دي. فيرو. Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono dritto. الخطوط بتاعت القيادة ديك أو بتاعت التوجيه ديك ما ينفعش نتجاوزها لو كنا هنمشي دريتو. طب هتمشي دريتو هتنط من على الخط ولا تعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش، ما لازم تتخطاها. فهنا non possono essere superate. Falso. In presenza della striscia di guida in figura il veicolo B الأحمر può svoltare a sinistra ممكن يحول شمال però dando però la precedenza al A يدي الأولوية للأصفر. Vero. In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare con qualsiasi condizione di visibilità e di traffico. ممكن تعمل سورباسو في جميع حالات الرؤية وفي أي حالة أي أحوال الرؤية وفي أحوال الترافيكو. لا طبعا، لو مفروض في قوانين كتير للسورباسو في الفصل ال 15 هنتكلم فيها كويس جدا. هنا فالسو. اللي خلى السؤال فالسو كلمة qualsiasi condizione di visibilità. تمام. Nella carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo in figura può essere superata con le solo ruote di sinistra. ممكن نتخطاها فقط بالعجلات الشمال. لا، ما ينفعش. فالسو. لا يجب. La striscia bianca discontinua in figura nella strada a senso unico divide le corsie. بتقسم الحارات. ايوه طبعا ديك بتقسم، فهنا تقسم الحارة عن الحارة التانية، فهنا فيرو. In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C può andare in qualsiasi direzione. il C ممكن يروح في اي اتجاه. لا طبعا، لان الايزولا دي ترافيكو مالها كونتينوا، الخطوط مش متقطعه، فهو المفروض بس يحود يمين. qualsiasi direzione. فالسو. ان بريزنسا نو ان اونا كاريجاتا دوبيو سنسو دي دوبيو سنسو دي circolazione لا لينيا دي mezzo se continua se Si è costituita da strisce continua come in figura, consente il sorpasso senza superare le linee. ممكن نعمل سورباسو بدون أن نتجاوز الخطوط اللي هي اللي في النص دي. فيرو. ممكن نعمل سورباسو عادي.
Rispetto al vicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale en figura si trova sul tratto in salita di un dosso. Fi matla il dosso, billa il khat mustaqim u gambi minnu mutaqatta', vero? La corsia A rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra il A يحو الشمال فقط. نبص على السهم كده بيودينا فين ال A الشمال فقط اهو. لازم تكنتر تبص تشوف انت بتعمل ايه. فيرو هنا in una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra طريق اتجاه واحد طريق سينسو اونيكو عشان تحوت شمال بيزونيا ريمانيري ان لا كورسيا دي ديسترا خليك في الحاره اليمين. طب ما هو طريق حاره واحد طريق اتجاه واحد بس، فانت لو هتحوت شمال ما تروح الحاره الشمال، مش هيحصل مشاكل على فكره عادي. بيزونيا ريمانيري ان لا كورسيا دي ديسترا فالسو. La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autobus e filobus in servizio pubblico di linea. Ma autobus o filobus شغال على الخط فهنا، vero? Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima di un incrocio. قبل التقاطع بنلاقي الخط متقطع. La striscia discontinua لا طبعا، falso، المفروض العكس. La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata di un passo carrabile من معبر للسيارات. passo carrabile راجل داخل بيته او داخل شركته، فبيكون في الخط المتقطع دوت، vero. In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A الأصفر deve andare dritto، مفروض يجب أن يسير مستقيم، vero. In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura fuori di centri abitati la corsia di sinistra serve per la sosta di emergenza. طريق دوبيو سينسو الحارة الشمال للوقوف بتاع الطوارئ، فالسو. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia la striscia discontinua in figura si trova prima di una curva بنلاقيها قبل الكورفا، لا قبل الكورفا فالسو، بنلاقيها بعد الكورفا يا راجل يا ناصح. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia la striscia continua centrale in figura si trova prima di una curva بنلاقيها قبل الكورفا الخط المستقيم. هنا بقى فيرو. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia la striscia discontinua in figura si trova di norma su strada a senso unico di circolazione من لا طريق اتجاه واحد فقط. لا طب وهحط ليه خط متقطع جنب خط مستقيم؟ استنى بس هنا السؤال بقى فيه ترابوكيتو بقى، استنى هنا. ريسبيتو لان في مره يعني ايه من اخطائنا بنتعلم، يعني ريسبيتو الفيكولو كي بروتشيدي نيل سينسو ديلا فريتش لا ستريشا ديسكونتينوا ان فيجورا سي تروفا دي نورما سو سترادا اسنسو اونيكو بنلاقيها على خط عادة على خط مستقيم دي نورما. هو جايب لنا صورة على فكرة أنا وقعت فيها قبل كده، ولكن بيتكلم على حاجة تانية. دي نورما بنلاقيها سولا سينيسترا سولا سترادا أسنس أونيكو سكودا على طريق اتجاه واحد فقط. مش عارف أديها إيه، فهنديها أنا يعني إيه، فاكر إن مرة بتلاقي فالسو طلعت فيرو، بس الكلام ده كان من فترة كبيرة أوي، أنا مش فاكر يعني إيه المسافة بالظبط يعني. هنديها فيرو، هنشوف يعني ايه مسموح لنا بخطأ في الامتحان، هنشوف. الفيجو رابريزنتاتو ان فيجورا بو سفولتاري ا سينيسترا ريمانندو نيلا ستيسا كورسيا. العربية اللي موجودة ديت ممكن تحول شمال سفولتاري ا سينيسترا وفرل في نفس الحارة اللي هي فيها، فيرو. In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo può essere continua o discontinua. Una carreggiata a doppio senso اتجاهين الخط اللي في النص ممكن يكون متقطع او غير او مستقيم، فيرو. نروح كوريجي، واحنا عرفنا ان احنا عندنا سؤال ممكن يكون ايه ملخبطين معاه، لان طبعا محدش ما بيغلطش.
واحد كوريرجي، شوف ربنا ييسر الحال والشبكة تساعدنا إن إحنا نلحق نصحح. الجو سيء فالمطر الجو بيمطر وسوي سيء فالشبكة بتكون إيه بعافية شوية. أيوة جبنا واحد ايروري، تعال نشوف الايرور بتاعنا. ممكن قوي يكون هو اللي احنا غلطنا فيه بالفعل، هو اللي احنا وقعنا فيه. المفروض الإجابة تكون فالسو رسبيتو ال فيكولو كي بروتشيد نل سنسو ديلا فريتشا لا ستريشا ديسكونتينوا ان فيجورا سي تروفا دي نورما سو سترادا ا سنسو اونيكو دي سيركولاسيوني. فالسو، عادة على طريق سنسو اونيكو دي نورما، عادة سو سترادا ا سنسو اونيكو. الإجابة الصحيحة المفروض تكون فالسو، أنا وقعت فيها قبل كده ومن فترة كبيرة، لأن أنا عارف إن في هنا ترابوكيتو شديد فمش مشكلة خالص. ده نوع من أنواع الامتحانات نتغلب عليها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.